عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم اجتماعا ثنائيا في قصر الاتحادية مع اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تم خلاله استعراض العلاقات الاخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين اضافة الى بحث اخر المستجدات الراهنة في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.